بدا يعير بالدوخه، ما تنفهموش، يبقى بحال ما هكا الماء ما تيشربوش كاع. درنا ليه ليري مشي ثلاثه ولا اربعه المرات، تيفرح في النفسانيه ديالو. حنا حامد الله وشاكرين له، قليته لو كان كان غير يهضر. انت كتحط الماكله وكان ناكلو حنا وكان نظهر صورته وهو والو. السلام عليكم، انا حليمه فهدي، مرت الخادير الغنامي اللي مريض بهذا المرض هذا اللي ما تفهمش ليه مسكين. كنسكن في عين عتيق حدا الجماعه. هذا المرض النادر اللي ما تفهمش الاطباء بدا يعير بالدوخه، بشويه بشويه بالدوخه، شويه داليه الرجلين، شويه داليه اليدين، شويه داليه الهضره ديالو. انا بنت الخادير الغنامي. الاب ديالي في الاول ديال باش كنا كنعرفوه قبل ما يمرض كان عادي، كان كيخدم نجار، ما كيخدمش مع شركه ولا هادي، كان كيخدم غير في ماكينه وكان صحيح الحمد لله، وكان يعني كان واحد الانسان طيب، ماشي حيت الاب ديالي ولا شي حاجه، كان انا راه كان با وكان خويا وكان صاحبي وكان كل شيء، يعني كان مزيان في صحته وكل شيء. في الاوائل بدات كتجيه الدوخه، هذيك الدوخه ملي بدات تجي حنا ما عرفناش، حنا قلنا واقيلا راه غير طونسيو ولا شي حاجه، مش عبر الطونسيو وكل شيء. كيقولوا لي الطونسيو عندك مزيان، ملي تنسول الاطباء تيقولوا لي ما فهمناش المرض ديالو اشنا هو. دينا عند واحد الطبيب، مني دوز ليه قال لينا عنده عرق مبوشي. حنا الانسان اللي كيكون عنده عرق مبوشي كيتشلل، ماشي كيبقى غير يدوخ. مني جبناه ديناه لسبيطار الراس، في سبيطار الراس كل مرة تيقولنا اليوم غدا اليوم ينعس غدا ينعس، حتى 2014 في شهر 12 عاد شدوه. مني شدوه بداو تيديروا ليه التحاليل، حيدوا ليه واحد اللحمة من فمه هنا، جبدوا ليه الماء من السنسول، داروا ليه التحاليل ديال الدم، في ديال السنسول خرج ليه ميكروب بيض، هبط ليه المخ ديال السنسول. كانوا داروا ليه واحد الدواء واحد الدواء داروا ليه دوك الأطباء، مني داروه لي وعاودوا التحاليل من جديد خرج ان داك الميكروب ما كاين لا ميكروب لا والو. درنا ليه ليريم شي ثلاثه ولا اربعه المرات ديال ليريم، كلشي تيخرج عنده مزيان، حتى شي حاجه ما كتخرج عنده ضاره ولا هادي. درنا ليه جميع انواع ديال التحاليل. هنا دابا عامين قالوا لي غنجربوا فيه غير واحد العمليه، اي واحد لاباراي فاس، كاين التشخيص ديال هذه العمليه هذه كاين فاس. هيا دابا عامين مسكين هو دايره، ولكن بدوني نتيجه باقي، زعما يولي شويه عيش شويه بحال ما تسرح ويدي شويه ولكن والو. ودار واحد لاباراي هادي عامين دارها فاس، مني مشى يديرها فاس الطبيب قال لنا زعما يقدر يكون امال انه واخا غير يتحركوا ليه غير اليدين، ولو غير يديه يتحركوا ورجليه يوليو يتتناو، ولا بحال ما كم ني تبغي ديري ليه الترويد يتتناولك. دابا هادي عامين كل مره فيما تنمشيو تنقولوا ليه زعما انا مده، يقول لك هي على المدى البعيد، يعني ما يمكن ليش نحدد لك واش هي في هذا العام ولا تخدم ليه في العام الجاي ولا حتى العام الاخر. كاين الساعات اللي تيغوت كيبقى يغوت، تنفهموا علاش يغوت، بحال دابا مره على الماكله تنعرفوا تيغوت على الماكله، ويلا شبع باش كنعرفوا شبع تنعرفوا شبع، الا بحال ما بدا كياكل والماكله بدات كتدفق ليه على فمه من هنايا تنعرفوا شبع، تنحبس كرشو ثاني تيتزير تيولي كله احمر وكله سخانه، تنعرف بان القبض خصو يخوى. هو خمس سنين وهو على هذا الحال، ما كيتحرك، ما كيقول لك شنو دارني، ما تيقول لك لا راني باغي هادي ولا باغي هادي والو، كنعرفوه غير بالغوت. مني كيغوت كنبقاو نقولوا ليه واش بغيتي تاكل، واش نهزوك شويه، واش نقلبك، واش نبدل لك ليكوش، واش نمسح لك، واش بغيتي تخرج برا، واش نديروك في الكروسه، والحاجه اللي دار لك فيها بحال ما هكا هي اللي كنعرفوا بان هذيك الحاجه اللي بغى. الجلسه بحال ما هكا، التكيه اللي كيبقى متكي بحال ما هكا، ضل اخر جا ليه في كرشو، خرجت ليه من الكرش ديالو. المعاناه ديالي مني كنكون كنغسل ليه تنتعذب وانا وبنتي، حيت البرد بزاف، البلاصه اللي تنغسلوا ليه فيها البرد بزاف ومزير بزاف، خصك صعوبه باش تبقى بشويه بشويه. في الماكله ديالو كيتعذب،
ما تيقدرش يسرط الماكله، كيكون مقجوج من هنا بزاف كاع، الماء ما يدوز الماكله شويه بشويه، والماء بمره كاع ما يدوش كاع مره، الماء ما كيشربوش كاع باش عايش، راه بالقدره الالهيه. والبدن ديالو كامل كامل ومخنوق، والصدر ديالو عامر بصعوبه باش كان خويو ليه، كيتعذب من التنخيمه ما تتخرجش ليه، خصك تتقلبو عاد تخرج ليه ديك التنخيمه. وبالطريقه اللي تنوكلوه بها بالبرع، مني شافتها الطبيبه قالت لينا ها الطريقه اللي كتوكلوه بها شويه راها واعره عليه، وين قلنا لها رحنا تنديروا ليه السورانك، تدخلوا ليه من هنا تيخرج ليه من هنا وتيخرج ليه بالدم، ما تيتحملش السورانك. فيما تنديروا ليه كان جا واحد الفرم اللي داروا ليه هنا النيت شي 9 المرات وهو تيخشي وتيجبدوا بالدم، ما دخلش ليه. الماكله ديالو تنوكلو غير بالسورانك، نوكلو بالسورانك بشويه بشويه، تيتمحن في الماكله بزاف بزاف، تيتألم وتيتعذب بزاف بالماكلة بالماء بكل شيء، مسكين تيتمحن. هاتي العصير دابا، هي العصير، هي العصير، هي السوائل، هي السوائل. مني كيمل بحال دابا، مني كيمل الصوبة تندير السميدة، مني صافي كيمل السميدة تندير دابا العصير، دابا هي العصير هو اللي تيبغي ليا. ومني كنبغيو الخروج ديالو تاني ما تيخرجوش الراسو، كيبدا يغوت الا ما درتش بره ديال الزيت، وتندير الليقات في يديا ونبدا نجبد ليه هو، انا تنجبد ليه هو مسكين تيغوت، تيغوت ربي اللي خلقه. يا بنتي هازه لي رجليه الفوق وانا تنجبد ليه، محن مسكين بزاف بزاف، ما تيتقلبش لا هكا هكا ديما، ما يتقلبش على الجناب ديالو ولا يدور هوك ولا يدور هوك، الا ما قلبتيش انت راسك ما يتقلبش، الا ما دورتيش راسك ما يدورش، لما اي حاجه الا ما خدمتهاش بيدي ما كاين والو. كيوحل لي داكشي في الصدر وكيبقى يكحب، وكطلع لي السخانه 40 41 42 تنديو للسبيطار، ما تيبغيوش تيقول لك هاد الحاله حنا ما تنعرفوش ليها، هاد الحاله ما عمرنا شناها، ما يمكنش نعطيوها شي حاجه، تنبقاو نقولوا لهم ها هو لاباراي وهاد الدواء اللي داير فيها، واخا غير شي حاجه تهمد عليه السخانه تيقول لك حنا امالنا الوحيد ان حنا نعطوك غير دوليبران اللي ما كتشطش، ديك اللي كتسرد تندقوها ونعطيوها ليه، وكنبقاو غير نتسناو ونشوفو الله وعسى تهبط ديك السخانه. اي مني كطلع لي السخانه 41 42 تنمشيو تنديو للسبيطار، ما كيشوفوش مره يعمرها ويجي. وكاين ساعات اللي شي مرض شي مرض تيتزاد عليه الحال، تيبقى كنبقى بحال ما كنشوف فيه وقاعده، هو تيتالم وحنا تنتالم وحده. ربي معاه، واش ربي معاه باش كتهبط ليه ديك السخانه، كنبقاو نغسلو ليه هنا بالماء بارد وكيولي سخون. هادشي اللي عطاتنا الطبيبه، قالت لك ان عنده عندنا الا بقيتو كتوكلوه بحال ما هكا وبقى كتوحل ليه غتقبوا ليه المعده، حنا ما وافقناهاش، قالت لنا راه غيوصل لواحد المرحله انكم غتضطروا انكم تقبوها ليه، وحنا كنتمنوا من الله ان ما توصلش ديك المرحله ديال ان تتقبل ليه المعده، ما بغيناش هو هكا ويزيد يتكرفص بديك تقيب المعده. قالوا لي يديري ليه الترويض، ولكن انا ما عنديش الامكانيات ديال الترويض، خصك طوموبيل، خصك في يديه وتجيبيه، وانا ما عنديش، ما استطعتيش انا، يلاه مدابزه ومكافحه عي مع الماكله وليكوش، الماكله وليكوش والمعيشه ديالنا حنايا مكرفصين مكرفصين بزاف. عندي الرميد، ولكن الرميد ما تندير به دابا والو، مني كان ناعس اللي كنت كندير به. وقالوا لي السبيطار ديال الترويض في ما عرفتش واش في المسيره ولا فين، ولكن انا ما عرفتش، ما عنديش ترونسبور اللي يديه ويجيبو، ترونسبور اللي يديه ويجيبو ما عنديش. تنتمحن اخويا بزاف، وحنا قاطعين السكه، ساكنين في بلاصه فلاحيه قاطعين السكه، كتمحن ما كاينش اللي بغي، لا خطافي بغي يهزولك، لا طوموبيل بغي يهزولك، ما خطا لابيلانس، وانا ما استطعتيش نكري لابيلانس، ما فطاقتيش وما عنديش باش غنكريها، ما عنديش خويا، عندنا الله سبحانه وتعالى، كان هو اللي خدام علينا، كان هو معين الأسرة، مني طاح صافي، أنا ما خداماش، البنت ما خداماش، يلاه معاونين معاه هو بالهزان، والبنت هي تتعاونني معاه، البنت هي تتمرض ليا، أغلبية البنت هي كتمرض ليا، وتيعاونوني مرة مرة الناس في ليكوش في الماكلة ديالو، وفي هادشي ديالو، تنتمحن بزاف. حنا شباب ديال المدينة قرب لهذا السيد الخادير، حنا نشطاء فيسبوكيين في الحالات الانسانيه، وهذه مده ديال سنتين وحنا كنخدموا مع الخادير، كنحاولوا نوفروا ليه ليكوش والمتطلبات ديال المعيشيه ديالو، فتغلبنا حنا
من هذه الحالة هذه لأنها حالة مستعصية ومؤثرة. النداء ديالنا للمحسنين أنهم يشوفوا من حالة الأسرة ويتعاونوا معها بلي قسم الله من ناحية ديال المعيشة ديالهم ومن ناحية السكن اللي من أكبر المشاكل اللي كيعانيوها. والنداء الثاني ديالنا كنوجهوه الرئيس ديال الجماعة ديال عين عتيق يشوف من حالة الناس هادو. وديجا كاين واحد المشروع ديال إعادة إيواء دور الصفيح بالجماعة أنه هاد الناس هادو تاهما تشملهم هاد الحملة هادي ويستافدوا من سكن اللي يحميهم ويحمي المريض اللي عندهم. هاد السكنة اللي ساكنين فيها كتدخل علينا الماء القطرة، الحيط كله مشقاق والماء مع الجناب وكل شيء. إلا كانت عشتا كتم داخلة علينا كاملة كاملة، الشتا كتم داخلة علينا القطرة فوق راسه وكل شيء. الدار ماشي ديالنا، طالبين الحطة عند واحد الناس تاهما باغي السكن ديالهم. تا هادشي تا هو زايد عليا انايا، زايد عليا نفسانيا وزايد تا على وخرج لي مريض وكيسمع بحال ماكو، حتى هو زايد عليه في النفسانيه ديالو وزايد عليه في المرض ديالو. من غدا الا بغاو الناس السكنه ديالهم من غدا حنا في الزنقه، ما عنديش اتجاه غنمشي ليه سوى الزنقه. كلها كتقطر هاد الدار هادي، كلها مشقه، كلها شقاق، كلها مثلا حنا جالسين وحنا مخلوعين، حنا جالسين وحنا كنقفقفوا، حنا جالسين والشتا فوق منا. وكاين ساعات دابا نوريك واحد البلايص طايح، طاح حنا جالسين وطاحت الضاله طاحت علينا بحال ما هكا. حنا جالسين وكتسمع الطرديق في الدار. ولله ما اعطى ولله ما اخذ، حنا كنتمنوا ليه الشفاء من قلوبنا وكنتمنوا لجميع المحسنين انهم يدعيوا معنا ويتمنوا ليه حتى هما الشفاء. ورا الحاله قدامهم ورا اللي قدامه شي حاجه راه تيشوفها. كنتمنوا من شي من القلوب الرحيمه ومن الا كانوا تيشوفونا حتى اطباء ولا شي حاجه، ولا يعطيونا غير بصيص ديال الامل، ولا يعطيونا غير شويه الامل انه غير يتحرك. حنا بغينا غير يقول لنا قلبوني على هاد الجهه، راه دبرني هاد البلاصه، راه النعاس دبرني، راه هادي، راه بغيت نوض، راه بغيت نتحرك. واش بنادم 5 سنين وهو ناعس؟ حنا حامدي الله وشاكرين ما قنطناش به، والله ما قنطنا به. حنا بغيناه كيما هو، بغيناه مريض وبغيناه صحيح، حيت هو كان كيبغينا مني كان صحيح. بغيناه كيما هو، حنا ما قنطناش به وما قنطناش برحمه الله، وانما بغيناه واحد البصيص ديال الامل انه ولو غير يولي غير يسرط. واش انت كتحط الماكله وكناكلو حنا وكنضغوا نسرطو وهو والو؟ هو بارك عليه هذاك العصير هو اللي تيشرب، انا ما كنقدرش نشرب هذاك العصير، هو عايش بداك العصير. حنا بغينا غير امل انه ولا كان هنا ولا برا في مكان العلاج نتبعوه، وكنتمنوا من المحسنين يوقفوا معانا ويشوفوا من الحال. حنا ما بغينا حتى شي حاجه من الدنيا كامله، بغينا غير هو يولي غير شويه. واش كتشوفي بواك ما كياكل ما كيهضر، ناعس شاد الفراش، نحمد الله ونشكره، وين بغينا غير يسرط ويقول لك راه داراني هاد الجهه، انت يا بنيتي قلبيني على هاد البلايصه لو كان غير يهضر. هادشي اللي كنتمناو.